السلام عليكم. احنا اليوم زيارة لمنطقة ديرباك، وادي ديرباك اللي هي الوجهة السياحية لخريف شلالة الغفار. هذه شلالات ديرباك، هذه يعني الموسم أمطار، فأربع سنوات ما كان في شلالات، لكن هذه السنة الحمد لله هجرت هذه الشلالات بسبب الموسم، يعني الأمطار، موسم الأمطار. منطقة جميلة جدا وزحمة لأول مرة، يعني بهذا الشكل يكون هذه المنطقة زحمة. في هذه المنطقة طبعا المناطق الأخرى بسبب طبعا هذا الموسم، ومن أفضل مواسم اللي مرت على هذه المنطقة.